للأصالة والفن الراقي والالتزام عنوان لطفي بوشناق موسوعة فنية تشهد على العصر. الفنان التونسي اللي دار العالم وغنى كل اللهجات على كل الألوان الموسيقية استقبلنا بعده في حوار من القلب وكلام يمس في الشأن الفني وفي الشأن العام. لطفي حكينا على العائلة، على الموسيقى، على الحب، على السلام. هذا الجزء الثاني من حوار خاص من القلب مع الفنان الكبير والقدير لطفي بوشناق. نرجع على الجزء الثاني من حوارنا مع الفنان الكبير لطفي بوشناق. دخلنا المكتب ونستقبلنا استنوا حوار من القلب مع الفنان الكبير لطفي بوشناق. اليوم لطفي بوشناق هو من أهم الفنانين التوانسة. مادياً الفن أعطاك حقك؟ الحمد لله والشكر لله والفضل لله. عمارات، أراضي، أطيان، سيارات، حكاية فارغة. لا لا لا، ستر الله، ستر الله، الحمد لله. ما شاء الله تغني في العالم أجمع، ما شاء الله تعمل في حفلاتك. حبيبي تسمع نغني في العالم أجمع، مسطورة والحمد لله، مسطورة والحمد لله. مانيش كما تتصور الفنانين الأخرين اللي تعرفهم هذوكم، لا ما كريت كرهبتي شنية وهذايا البير المتواضع وحمد لله يا رب. لا يجوز بيع روحك، ما لا مش ما يطلبه شو اسمه، ما يطلبه ما يفرض عليك شركة إنتاج، تدخل لك في اختياراتك الفنية وتحب ترجع كنت شيخ متصابي وتغني نمبورت كوا وتمشي للانتماءات اللي كنا نحكي عليها في أول الحوار. هذه خيارات. عرض عليك طوال مسيرتك أنك تبيع روحك؟ ما 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 ما, ما يتجرؤوش، يدخلوا مثنية أخرى ما يعرفوني وليدها. البعض يستوعب نجاح لطفي بوشناق، البعض الآخر غير قادر على استيعاب نجاحك، يعتبر أنه وراء نجاحك هناك سر. سر أكيد. هل هي الماكينة اللي كانت وراك واللي وراك؟ أنا ماكينة، ماكينة الدعم، ماكينة ال نتحدى أي واحد، أي وزير يشد وزارة الثقافة. نهار خذيت دعم من وزارة، ونتحدى أي مدير مهرجان نهار بعث له مطلب للمشاركة في المهرجان. مش تحقير منهم ولا دعوة، لا ما نحرج حد، تعيدتي مرحبا بيك. واضح؟ أنا أمنت بالله وبالعمل، حد شيء ما يجيب ليش. الدنيا للي يقوم بكري وبعرق جبينه وبشرها، مش بالرقاد. وبالعلاقات؟ أنا علاقات، العلاقات فنك هو اللي يعمل لك العلاقات. جندت لك الإمكانيات لتكون أنا هي كل شيء تنجم تكذب فيه إلا الفن. جند الدنيا الكل، وبعد هي طلعت وعبيتها وعملت الدنيا الكل، شخليت شغنيت مش يقعد هذاك ولا مش يقعد. هذا اللي هو، هذا هو الصحيح. اليوم تشوف في أكاذيب فنية تتعدى في التلافز تعمل مش أكاذيب معها. فنية الدنيا كلها
في اوبيريت وطنيه كبيره، حبيت نراك في مشروع كبير، حبيت نراك في اعمال ضخمه، حبيت نراك في تكريمات كبيره. سيدي بابا ما قلت لك السياسه احنا ما يعني بنقولها لك الكلمه هذه زاد خطيره برشا. من اخطر الاشياء التي تعاني منها تونس هي الارتجال. غدوه سياده الرئيس باش تعدى ثريانة، توا ريانا كلها تولي بالنوار ومبيضه ومدهونه، والله اللهم صلي على النبي. احنا المهرجان باش تعمل انت اوبيرات، اوبيرات يلزمك تخططلها لمده عام عامين وثلاثه سنين. انت حتى توا حفلات كارتاج ولا مهرجانات ما تعرفش روحك انت باش تشارك، ما تجيك البرمجة إلا قبل الشهر و15 يوم و20 يوم. هلوك يبدا عندك مشروع متاع أوبيريت لازمك تحضر فيه 6 شهر و7 شهر و8 شهر بالتالي باش تتونجاج مع 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 مع, مع, مع والمشكل بتاع حقوق المؤلف والملحن اللي بشي الناس تاخذ حقوقها. لطفي أبو شنيق باش نذكرك بصفقة القرن. صفقة القرن حكيت على ترامب وتنبأت بواقع. أي شو تحس وقت اللي حكيت عليه في غناية قاعد تشوف فيه تو؟ كهو احنا حكينا عليها وعادتها وجات تلقائية وكان موقف فيها وإحنا جبدنا على ما نعرفش تثبت على كلماتها ولا ما تثبتش. أجراس العودة إن قرعت أو لم تقرع فلما العجلة، لو جئنا نقرعها حالا كانت دمتك كالطبلة، فالعرب بأخطر مرحلة وجميع حروفهم علة، أغرتهم كثرتهم لكن وبرغم جموعهم قلة، وبواد النمل إذا عبروا ستموت من الضحك النملة. فسليمان العصر الحالي مشغول في ملء السلة. وفي الكليب محطوطة تصويرة ترامب اللي مشى وهذا مشى وهو مش حابب يمشي. أي ما هيك خليها على الله. فسليمان العصر الحالي مشغول في ملء السلة وحديث عن حرب كبرى أو صفقة قرن مختلة. مسمار الحائط ملك جحا، سمسار الحي مسمار الحائط يعني على الهيكل سليمان، مسمار حائط هذاك. مسمار الحائط ملك جحا، سمسار الحي وفي غفلة سيناديون على دوي بازار الأرض المحتلة، ويعود ليكمل سهرته في نادي أشراف الدولة. ما نعرفش في العادة تحكي على الحب ولا لا، لأنه اليوم عيد الحب هي. 14 فيفري انت تحكي. اللي نحكيه فيه هذا الكل الحب لكش باش نحكي على حب امرأة بركة بما فيها حب المرأة. لا أكيد مش هذاك برك في أحلى من غنى على المرأة
نساية نحبك وانتي نساية. عملت لك نحبك ونحب نحبك ونحب حروف كلمة نحبك ونحب الناس تعرفني نحبك. ايش تحب اكثر من هيك؟ انتي شمسي حبيتك انتي. وتمنيتك ونسيت روحي ومنسيتك. احكم سيدي بحكامك مدام انا حبيتك. يا عسلة يا احلى من العسلة ومن نحلة. عيشني معاك الرحلة. خلي ايامي تحلى وخليك روحي يا روحي. شهدت عليك جروحي ومدام ساكنة في روحي. أهلا وسهلا البيت بيتك. وعندي غناية ما عملتها مع أخونا علي الورتاني يا للا وينك. وإن شاء الله بردك بركش نعديوهاش نعديوها يعني توقع كلمات علي الورتاني والحان الأستاذ المايسترو محمد الأسود. يا للا وينك توحشت وزينك الشوق فناني والكاس تعبى. لو كان تجيني وتشوفك عيني نحلف بيميني نبني لك قبة ونخبي جروحي ونفرش لك روحي ونسقي بساتينك ودياني محبة. نستناك الليالي ولو ما تجيش نخترعك في خيالي. في خيالي وبيك نعيش يا باب. والعين اللي ما تشوفكش. وكل ما فيك حبيبي يا حبيبي خص صخب البحر وهمس العندليبي. كل ما فيك هذا بعيشهم الحالات هذوما ولا وما يخرجوش حتى لكان ما كانش ما كان لكان ما حسيتهمش راهو ما تلحنوش. الدنيا حب راهي الدنيا حب. الله امر بالحب. الله محبه. وكي تغني راهو مش الحب فقط مش تغني على على حب الحياة حب التسامح حب الآخر حب الخير. تغني على نوارة بتاع حب. نوارة حنينة ممكن ياسمينة ممكن ريحانة غير كل الريحان. تضحك وحدينا في حضن جنينة تحكي للنسمة وتشكي من ظلم الإنسان. قالت يا خسارة أنا نوارة لا عندي جاه ولا عندي سلطان. كل اللي عندي ريحة على خدي هي اللي بسببها كان اللي كان. تحبني وتحرقني ساعات صدقني المحبة تقتل. المحبة سجان لو كان بيديا ريحة خدية. نعطيها هدية ونعيش في أمان. اللي يهواني يجرح ألواني خليني نقاسي في محبس قاسي. لا ما عادش فارق بين القلب العاشق والقلب اللي من صوان. نوار حنينة سمعت حكايتها حسيت بروحي ساكن ريحتها وهارب من ظلم الإنسان. حبيت أكثر ولا تحبيت أكثر لطفي بوشناق؟ أنتي كنت بوغوز. انت كنت بوغوز وما زلت بوغوز. الحمد لله عليا يا بيه الحمد لله. وما زلت بوغوز. ما زلنا على قرب صقل صعبين. لا ما شاء الله. ليك ما شاء الله. الحمد لله. مهرتك مهر. يا ولدي كل مهرتك. اهم حاجه انك تعيش عمرك. ما تكونش انا ضد الشيخ المتصابي. كل واحد كل فتره متاع معناتها معناتها كل عمر عنده ريقه عنده حسه وعنده معناتها رؤيته. فما عمر للحب ولا لا؟ ما عندوش عمر. ما عندوش عمر. ما عندوش عمر. أي إنسان يحب في أي وقت. الزواج حسب رأيك هو تتويج للحب ولا مقبرة الحب؟ لا علاش معناتها الزواج معناتها دي سنة الحياة أول شيء. وما معناتها لكن نجم تصادف حاجات ربما تكتشفهم بعد الزواج اللي هي معناتها معناتها مش ما كانتش معروفة قبل. ناجح مع المرأة لطفي بوشناق؟ الحمد لله. معناتها إيش باش نقول لك خويا العزيز ما دامني معاك وما زلت نخدم أموري منظمة ومريقلة وأولادي لباس والدنيا الكل لباس الحمد لله. أبي المخرج والموسيقي.
تم مختلفة عليك. لا 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 لا، تعمق فيهم بالقديت وتلقى عندهم معناتها عندهم معناتها في اللجان متاعهم شوية من لطفي فما. نحكي أنا وعبد الحميد في حوار قال لي برافو يعطيك الصحة، بابا ما يقولها ليش برشا. لا أقولها له، ما 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 نحب نحب ديما أنا نقول. أنا عيني ولا بربي لي تغيب، هاني معاكم جيتك على جه ربي لي تغيب ولا معاكم وراسك انت الخدمة والعمل. والله الناس الناس يوقفونا والناس يبعثونا ويقولون نحبوا نشوفوه. ابتهالات رمضان حاضرين مع الأولاد الصغار، 30 ابتهال حاضرين ومصورين، 30 ابتهال أخرين معمولين ب 30 أذان. نور أذان في كل في كل في كل في كل في كل في معناتها في أمورها، كل ابتهال في نغمة تلقى الأذان متاحه ويجي في نفس النغمة. وهذا بصراحة وأهل الذكر يأكدوا لك ما تعملش 30 ابتهال ب30 أذان. عنا الوصلات الموسيقية اللي عملهم مع الأخ آدم فتحي، عندي غنيات أخرين كذلك مع رضا شعير، عندي مع صلاح الدين بوزيان يعني، ومع سعدي يعني توا عملنا أغنية هك اليوم إن شاء الله تسمعوها ولا سمعناها ما نعرفش باش قداش باش تتعدى بعد الحوار مباشرة إن شاء الله. دونك معناتها الخدمة متواصلة. خلينا نشكرك برشا الفنان الكبير والقدير لطفي بوشنيق. ان شاء الله ما غلطتش وان شاء الله ما قصرتش في حق حتى حد. انت كنت مرتاح؟ انا مرتاح. مرتاح. نشكرك برشا. ما خسرت ولا ربحت، ما دامني رغم الالم وجروحي ما بعت نفسي وما رخصتش روحي، وما دامني عشت الحياه بوضوحي حتى يقولوا فشلت انا نجحت، ما زلت شادة صحيح وما همنيش نطير عكس الريح، محسوب وكان نطيح، تعودت ياما في حياتي طحت ورجعت عايش بالأمل في حياتي، ورجعت وتعلمت من غلطاتي فأصعب ظروف ثبت فيها ذاتي، وكيف ما بكيت اليوم هني فرحت ونحب كل الناس، وما زلت عايش هالحياة بإحساس وديما نقول لباس الحمد لله وين كنت وين أصبحت، وما دامني ما نحب كان الخير وما دامني صابر وقلبي كبير تفراج، مهما في حياتي يصير لا ظلمت غيري ولا نهار جرحت. ان شاء الله يا ربي يعطيك طول العمر والصحه. رضا شعير طبعا كلامي من. وان شاء الله ربي تبقى واحد من اشرس الحراس اللي نحبوهم واللي واقفين بيك انت وبالناس الكل. راني انا بلاش بيك، راني انا بلاش اعلامي وبلاش وسيله اعلام وبلاش جمهور وبلاش ايدينا اليد ما تصفق لها بختها، نحن نكمل بعض. شكرا ليك. شكرا سيدي الهادي. واليوم نقمت على الكورونا اكثر لانها حرمتني باش ناخذ من عندك زوز بوسات وبوسه من راسك. هاني بوستك انا من قلبي. يعيش ربي فضلك يا بيه. يعيشك. امتى 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 السلام يعود؟ امتى 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 السلام يعود؟ امتى السلام يعود؟ امتى السلام يعود؟ اشتركوا.
لطفي بوشناق، كل إنسان عنده في بيته جانب يحط فيه قطع طبعة لحيته. كنت نتصور باش تهزني إلى خزانة، لكن هزيتني إلى مكان بالنسبة لينا ساحر اللي قاعد نشوف فيه. شفت يقولك مغارة علي بابا بالكنوز ونتنقل ما بيناتهم، وفي مخي كل واحدة فيها قصة، كل واحدة بغصرتها، وكل واحدة ذيك بمسؤولية، هذوما الكل بمسؤولية، وكل واحدة بفخر الحمد لله، كل واحدة تطلع مع تصفيق جمهور، مع مش بالسهل، مش بالسهل. الأقرب لقلبك من هالجوائز هذوما الكل والتكريمات هذه الكل والمجسمات هذه الكل، الكلهم يشتركوا لطفي بوشناق الفنان القدير، لطفي بوشناق الفنان الكبير. أما أنا اللي حكت عندك كاعتزاز، هم كلهم عندهم معناتها تاريخ أكيد. وعندهم بلاصة في مكانت، يا ما عندي هذه نعتز بها برشا برشا، اللي هي تعرف القبة الصخرة متاع اللي في القدس، أي. كل 20 سنة كيما الكسوة متاع الكعبة يبدلوها كل عام، هذه كل 20 سنة يبدلوا كل النحاس متاعها. هذه القطعة أصلية من نحاس متاع القبة الصخرة اللي في القدس، هيك قطعة أصلية وبالنومر متاعها 243، وعطاهوني أنا مشيت عضو الشرف في نادي هلال القدس. تدخل لها البيت هذية؟ هاو كما كي ندخل لها يوجعني قلبي عليه، خاطر كل واحدة هذيكم بمجهود معناتها نقعد بيت، أما يفكرني في التاريخ معناتها عوام، هذوما خدمة متاع عوام تعديت معناتها عمر. واحد يقول لك على الأقل تحس فنان، الحمد لله، لا افتخر بيهم وان شاء الله يا ربي. هذا حلم اي انسان يحلم. شو هذيك الحفله متاع اليابان؟ هذيك غنيت في اليابان؟ اي 5 مرات غنيت في اليابان. هيك هذيك الوحده الافيش متاع الحفله متاع اليابان، وهذوما زاد دي ميداي هاوكا موجودين، ميداليات هاك اكثر من لاعب اولمبي. لا يابس عباد الله، عاد انت لاعب اولمبي في الصوت سي يا ودي ان شاء الله ربي. المفتاح هذاك شو مفتاح هذاك؟ الفنان لطفي بوشناق هذاك فاس مهرجان فاس للموسيقى العالميه العريقه، هذيك 2012. وعندك دي بلاتين غادي؟ اي هذاك تكريم الاخراني في دوله قطر. والله قديش متعة، ربي يبارك، قديش متعة ومعمولة بفن، خطر جوائز تحسها معندها تسلم من جهات راقية. الحمد لله يا رب، إن شاء الله ربي إن شاء الله يقدرنا ونكونوا إن شاء الله عند حسن ظن جمهورنا، وإن شاء الله نحطوا ديما الضراب ومتاع بلادنا فوق روسنا إن شاء الله. ديجا أول حاجة هي الصورة اللي موجودة غادي، أستاذي وتاج راسي المرحوم علي السريثي وترحم عليه فضلوا علي، هو أستاذي فتحي زغندة، أستاذي خالد السديري، أستاذي حمادي بن عثمان، أستاذي سي عبد الحميد بالعلجية، والقائمة تطول. أما كي تحطوا غادي معناتها في بلاصة كانوا يشرف على الجوائز والتكريمات هذه كلها، إن شاء الله أعطيته حقه، خاطر هو اللي أول مرة ظهرت معاه في التلفزة في كارياري، وهو اللي كان فضله كبير عليا، اللي سميتهم كل فضلهم كبير عليا، أما هو اللي قعدت معاه أكثر. هذا مكتب؟ أي ما عادش نقعد فيه. تحب المكاتب؟ لا حتى ترف، أنا بتاع كرسي وعود في يدي وكهو في البركة. هنا جوائز أطفال العراق، طرابلس، هاني نشوف التكريمات في كل بلاصة. هذه بتاع كندا زادة. ريتها الارتيست تونيزيان سيتون اللي اشتريه كندا. مهرجان القدس. نقف هنا قدام جوائز بالنسبة لينا، ما هم جوائز، هما أوسمة. أوسمة. هذوما أوسمة. أوسمة الاستحقاق الثقافي. الأولاني بالكل اللي تشوفيه غادي، هاي الصنف الأول من وسام 7 من نوفمبر. هذا الصنف الأول. الصنف الأول
انت الفنان الوحيد يظهر لي ما نعرفش عم يظهر لي معناتها ما نعرف عامتها خديتها انا وزوز وزراء كهو. شكر كبير ليك لانك اعطيتنا جزء من خصوصياتك اللي خلي اليوم الناس يشوفوا انه هذا الفنان راهو استحق كل تكريمة الدنيا. والله انت اول واحد تدخل هنا او قديش عندي ولا نهار جريت باش نحب ونوري ولا شيء. انا حرصت ان ادخل هنا. يا ودي دار دارك مرحبا بك مدام جيت هنا دار انت ولا الدار اعمل اللي تحب ونظيفك يعيشك العفو يعيشك مرحبا بك سيدي مرحبا بكم الكل.